حضرتك. انا ما تعطاش بالسياسه، وانا ما عنديش، مش هتاخد مني اي كلمه في السياسه عشان انا ما عنديش راي سياسي. ليش اضحك عليك؟ انا مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه بالسياسه. انا كموقف انساني، كاعتبرني واحده جايه من موزمبيق ولا جايه من اوروبا، بتشوف المذابح كده، بتشوف على الانترنت الناس بتتشرب وبتنذبح ازاي، فبقول حرام سواء من دول ولا دول. انا عايز اسالك، انا ما عنديش موقف سياسي. تمام. حضرتك اقوى موقع فني في مصر؟